بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم مصطفى مجرى. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أدوبي أوديشن. هحاول أشرح لكم درس واحد بس، لأن أنا مش خبير أوي في موضوع الصوتيات. بس في ناس سألتني عن إزاي بقدر أنقي الصوت اللي أنا بسجله، فهشرح لكم طريقة إن شاء الله النهاردة. طبعا هنشتغل على أدوبي أوديشن، لأنه هي الباكج كلها بتاعت ادوبي هي اقوى حاجة في المجال ده. انا عندي صوت سجلته بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انت اول ما بتفتح الادوبي اديشن دي بتبقى الانترفيس بتاعتك، في عندي حاجة اسمها مالتي تراك وعندي حاجة اسمها الويف فورم. انت بتفتح مالتي تراك بحيث بتقدر تسجل في اي تراك من دول، بحيث لو انت حابب تركب التراكات على بعض، يعني ده شغل الهندسة الصوتية. بس لو حبيت تسجل فيه لازم تضغط على الحرف الار ده علشان يتفعل معاك الريكورد او الزرار بتاع الريكورد. انا دلوقتي سجلت مقطع صوتي كده زي ما انتوا هتسمعوا دلوقتي. طبعا شايفين او سامعين صوت النويز او صوت الدوشة اللي موجودة في الصوت نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، معاكم مصطفى مكر. النهاردة مع درس جديد، مع ازاي بقدر انقي الصوت من النويز اللي بيبقى موجود فيه، وحنشتغلها على برنامج ادوبي اوديشن. سامعين طبعا النويز اللي موجودة في التراك نفسه او في مقطع الصوت نفسه. طيب علشان اشيل النويز دي بعمل ايه؟ بروح طبعا بختار التراك، بعد كده بضغط على الويف فورم، بيفتح معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كل اللي انا بعمله ايه؟ بعمله ان انا بحدد له مكان مفيش فيه او انا ما بتكلمش فيه، يعني مثلا في مساحة فاضية زي كده اسمعوا، ده صوت النويز او الصوت اللي انا مش عايزه يظهر. طبعا علشان اكبر في البريفيو زي كل برامج ادوبي بضغط زائد وناقص، زائد بتكبر ناقص بتصغر. مثلا انا عندي المساحة اللي احنا شايفينها دي، المساحة دي فيها نويز، تمام. انا عايزه يشيل لي دي من المقطع كله، يعني اي حاجة شبه الصوت اللي انا هعمل له عليه سيلكت كده بحدد بالشكل ده، اي حاجة شبهها هو بيشيلها، فبالتالي هو بيشيل اي دوشة او اي نويز موجودة في التراك نفسه. جميل. انا دلوقتي حددت له الجزء اللي فيه النويز، بعد كده بروح على افكت، بروح على حاجة اسمها نويز ريدكشن، بقول له كابتشر نويز بوينت، يعني بقول له اعمل كابتشر للنويز دي، او بضغط شيفت بي من الكيبورد. جميل. انا دلوقتي عملت كابتشر، بعمل ايه؟ بضغط كنترول ايه من الكيبورد، يبقى انا دلوقتي عملت كابتشر. بعد كده بحدد المقطع كله، بعد كده بروح على افكت، بروح تاني على نويز ريدكشن، على نويز ريدكشن بروح على الخيار التاني اللي هو نويز ريدكشن بروسيس. بلاقي عندي الشكل اللي احنا شايفينه ده. كل ما بترفع الرقم ده كل ما النويز بيقل او البرنامج بيعالج مشاكل الصوت اللي موجوده. فمثلا انا بزوده بالشكل ده وازود كمان دي او الخيار اللي تحت ده كمان. انا مش عارف هو بتاع ايه بصراحة، مش متخصص قوي في الصوت، بس يعني لو حابين تشوفوا. وطبعا هنا لما بشغل بسم الله الرحمن الرحيم، دي صوت النويز اللي او دي المشاكل اللي في مقطع الصوت بتاعي. بس لما بشغل هو بيظهر. كل اللي احنا سامعينه ده هيتشال من الفيديو. بقول له apply، زي ما احنا شايفين بعد ما بضغط apply بلاقي الويف فورم او الموجات الصوتية نفسها اللي كان فيها النويز نفسها قلت خالص بالشكل ده. لما باجي بقى اشغل الصوت بتاعي اسمعوا الصوت هيبقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت بيبقى اهلا بيكم، معاكم مصطفى مكر. الصوت بيبقى نقي بشكل جميل جدا. بعد كده بقى بتقدر تضيف عليه الافكتس او المؤثرات الصوتية. مثلا بتفعل من الافكت، لازم تفعل هنا زرار الباور ده، وبعد كده بتختار من الافكت تقدر تضيف عليه الاكولايزر مثلا جرافيك، وبتبدأ انك ترفع بقى عشان تعدل
الصوت او تظبط الصوت بتاعك اكتر بالشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، معاكم مصطفى مكر. في النهاية انت بتطلع بصوت صوت كويس، بس في نقطة خلوا بالكم منها، لما بتزيد تسجل صوت ما تخليش الصوت يعدي مع الاحمر، اللون الاحمر ده بيعمل مشكلة، فبتقدر انك تقلل الدي بي من هنا بحيث الصوت ما يبقاش فيه اي مشاكل لما تيجي بقى تستخدمه في اي برنامج مونتاج. ده بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمت فيه على ازاي بقدر اشيل النويز من تراك الصوت او اي صوت انا بسجله، بس طبعا النوع المايك او الميكروفون اللي انت بتسجل منه بيفرق كتير في الكواليتي بتاع الصوت، بس البرنامج يعني بيديك برضو نتائج كويسة حتى لو المايك اللي عندك مش احترافي او المايك مايك عادي. استنوني درس جاي ان شاء الله. كان معاكم مصطفى مكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.